تحياتي لحضراتكم من جديد. على مدار الأسبوع الأخير شهدت الساحة السورية العديد من الأحداث، سواء على الصعيد الميداني أو فيما يتعلق بشؤون اللاجئين. فما بين فتح معبر في منطقة صوران، معبر إنساني في ريف حماة الشمالي لتمكين الراغبين بالخروج من مناطق ريفية حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وما بين إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في حي الأربوية بمدينة القمشلي شمال شرق سوريا، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي هذا التفجير. في هناك مساعي كبيرة لإقامة المنطقة الآمنة بمقتل العشرات أيضا بشكل موازي في اشتباكات بين قوات الجيش السوري ومسلحين شمال غربي البلاد، والاشتباكات المستمرة والدائرة ما بين قوات الجيش السوري والجماعات المسلحة والإرهابية. المسلحين أيضا تبقى الأوضاع في الساحة السورية مشتعلة إلى حد كبير ميدانيا. طيب دعونا نقرأ هذه التطورات الأخيرة في الشأن الإنساني والميداني الأمني السوري مع الأستاذ محمد مصطفى، وهو الكاتب المتخصص في الشؤون العربية والدولية. أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك وصباح الخير. تحياتي ليك يا أستاذ آية والسادة المشاهدين، وبسعد دايما بلقاء حضرتك يا فندم. ده يعني من ذوق حضرتك. الله يخليك. شكرا جزيلا. طيب نبدأ بآخر التطورات في الوضع الميداني السوري. نتحدث أولا عن الأوضاع المشتعلة ميدانيا، وبعد ذلك نتحدث عن المعبر الإنساني الذي فتح بالأمس في سوريا. يعني التفاصيل في المشهد السوري أصبحت متشعبة للغاية، بحيث يعني لا يمكن حصرها. لكن وأنا دايما بحب القياس بالنتيجة، النتيجة اللي بيعيشها الشعب السوري دلوقتي واللي فرضت نفسها على دول المنطقة حتى وصولا لدول أوروبا، هي ان يعني تقريبا نص الشعب السوري اصبح ما بين لاجئ ونازح ومشرد، واكثر من 370 الف قتيل، ولنا ان نتخيل بنفس النسبه عدد المعاقين والاصابات والاطفال اللي اصبحوا يتامى قد ايه. يعني الدوله السوريه، الشعب السوري اصبح ممزقا بشكل كبير نتيجه صراع بين القوى الدوليه الكبرى، صراع في الألفية الجديدة، ومن وراءها صراعات بين القوى الإقليمية، كل يريد أن يحصل على نصيب أكبر من الكعكة الإقليمية والدولية، والتي تشكل سوريا يعني نقطة هامة جدا في القلب منها. الوضع الميداني بقى زي ما قلت حضرتك أشبه بسباق على النقاط الاستراتيجية في الداخل السوري. يعني نتفق بداية أن سوريا استراتيجيا بالغة الأهمية للقوى العظمى، القوى التي تريد أن تأخذ نصيبا أكبر نتيجة التغيرات الدولية اللي احنا شايفينها والاقتصادية والتجارية وكل حاجة، وقوى عظمى اللي هي روسيا اللي كانت متواجدة بشكل أساسي في الساحة السورية ولا تريد أن يعني تخسر موطئ القدم الهام بالنسبة لها، وهو سوريا والوصول إلى المياه الدافئة التي هي الهاجس الأكبر لدى الروس. احنا عارفين روسيا مياه متجمدة، يعني لها شواطئ عديدة لكن مياه متجمدة، والمسار الأساسي للخروج إلى ما أبعد من روسيا إقليميا ودوليا بيمر عبر البحر المتوسط. فهم لن يتركوا الشأن السوري يخرج بعيدا عنهم بشكل كبير، فبيتسابقوا ويتسابقوا على نقط بقى استراتيجية. ممكن ناس كتير ما تبقاش يعني تستغرب مدن احنا مش عارفينها. نسمع دلوقتي تحديدا عن خان شيخون، خاصة هناك سيطرة الجيش السوري عليه. بالظبط، الجيش السوري كبير. الجيش السوري يعني اخذ زمام المغامرة مش المبادرة هذه المرة، ودخل الى خان شيخون وسيطر عليها. وخان شيخون دي هي النقطة الرئيسية، أهميتها الاستراتيجية تكمن هنا، النقطة الرئيسية التي تصل الطريق الدولي ما بين العاصمة الاقتصادية لسوريا وهي مدينة حلب اللي بقت مدمرة دلوقتي، وبين العاصمة السياسية وهي دمشق. فهم السيطرة عليها أمر مهم جدا لوقف بقى أشياء كثيرة، منها التعزيزات التي تريد بعض القوى الإقليمية إرسالها إلى مناطق أبعد من المناطق الحدودية. يعني
هي نقطة مفصلية في صراع النفوذ بين القوى الدولية والإقليمية. والنقطة الأخطر منها اللي هنشوفها بقى نسمع عنها لاحقا هي مدينة أو بلدة معرة النعمان، هي في الشمال منها، لكن التحكم في خان شيخون أمر أساسي للوصول للسيطرة على معرة النعمان، اللي هي بقى مش بس على خط الطريق الدولي بين الشمال والجنوب، لكن أيضا على الخط بين الشرق والغرب. وهنا يعني نستدعي على الفور رغبة إيران في الامتداد، يعني مد خط سيطرتها من الأراضي الإيرانية حتى البحر المتوسط. فهو صراع يبدو تكتيكيا لكن وراءه أهداف استراتيجية لكل هذه القوى. نسمع بقى كمان عن مناطق آمنة بين مثلا تركيا والولايات المتحدة، وفي نفس الوقت نسمع عن مناطق منزوعة السلاح بتتفاوض بشأنها إيران وروسيا وتركيا، يعني أمريكا وتركيا من ناحية وروسيا وإيران وتركيا من ناحية أخرى، مفاوضات مستمرة. والسبب الرئيسي في ذلك هو يعني تمكن هذه القوى من النفاذ إلى الداخل السوري خلال العقد الماضي، إلى العقل السوري فرادة وجماعات، فأصبحت القوى الناعمة لكل مشروع من هذه المشاريع المتصادمة لديها من يدعمها ويؤزرها مع الأسف ويؤزرها في الداخل السوري، لكن أيضا وراءها مرتزقة أجانب وصلوا إلى الأراضي السورية بأعداد كبيرة. بالضبط، يمكن في نفس السياق أو الخط اللي حضرتك بتتحدث فيه أستاذ محمد، يعني احنا كمان بنتكلم على الصعيد الميداني في سوريا عن هيئة تحرير الشام اللي صحيح. هي تعتبر كانت جبهة النصرة قديما صحيح. ودعمت صحيح. بجماعات إرهابية صغيرة ومصغرة إليها صحيح. حتى كونت هذه الهيئة هيئة تحرير الشام وتنضم إليها بعض العناصر القوقازية أيوة. والتي صحيح. يعني يفسرها البعض بأن روسيا ربما لا تهاجم هذه العناصر نتيجة هذا العرق القوقازي أو الفصيل. هي بتهاجم هذه العناصر بالفعل بسبب هذا العرق، لكن لأسباب أبعد كمان من ذلك. هي هيئة تحرير الشام دي اللي هي ارتدت هذه القبعة، هم انت عارفة الجماعات الإرهابية دي دايما بترتدي قبعة، يعني نفس القبعة لكن باسم مختلف، بيكتبوا عليها تايتل كده مختلف. كان اسمهم جبهة النصر، وكانوا حوالي عدد عناصرهم المسلح حوالي 20,000. ضموا لهم بعض الجماعات المسلحة الصغيرة في الشمال السوري، وغيروا الاسم في توقيت أعقب الهجوم. احنا كنا بنتكلم عن خان شيخون دلوقتي، الناس نسيتها. خان شيخون دي اللي حصل فيها الهجوم الكيماوي، فاكر حضرتك لما حصل هجوم كيماوي واتهموا فيه القوات الجيش السوري، الأمم المتحدة عملت تقرير أدانت فيه القوات السورية، ثم تدخلت روسيا بعد ذلك. يعني أكثر من 6 شهور، ده من فترة طويلة، لا ده من سنتين أعتقد. فالهجوم الكيماوي ده كان أمره، لأن النقطة زي ما قلت حضرتك خان شيخون دي مهمة جدا، فلدرجة أن طرف ما استخدم السلاح الكيماوي وأطراف أخرى ألصقت بطرف ما هذه التهمة سواء عن حق أم عن باطل. يعني أهمية المدينة وصل للسلاح الكيماوي ده ثغرة ولعبة ربما تكون يعني دمية في يد بعض العناصر الإقليمية حتى طبعا. تلعب بها في الشأن السوري علشان مستوى المواجهة، يعني بخلاف السنتين هناك ما بين الحين والآخر نسمع هذه المرادفات صحيح. يعني السلاح الكيماوي السلاح صحيح. الكيماوي، وخاصة أنه يعني ربما تحول إلى يعني علكة يتشدق بها الحديث عن ده أسلحة دمار شامل. أسلحة كيماوية بتصنف أسلحة دمار شامل، وبالتالي هي تخول للمجتمع الدولي الحق في التدخل عسكريا تجاه الطرف الذي استخدم أسلحة دمار شامل. عشان كده في بعض المواقف التكتيكية المهمة اللي ليها أبعاد استراتيجية بنسمع فجأة كده نلاقي ايه ده طرف ما استخدم سلاح كيماوي، محدش بيبقى عارف مين اللي استخدمه في حقيقة مجهود. نرجع لروسيا بقى. زي ما قلت حضرتك كانوا اسمهم جبهة النصرة، غيروا وضموا بعض الجماعات الأخرى عشان يبقوا هيئة تحرير الشام. حوالي 30,000 عنصر مسلح دلوقتي بعد ما كانوا 20,000، يعني بيكتلوا المعارضة المسلحة اللي معظمها عناصر سلفية جهادية وراءها فكر إرهابي، لكن من بينهم أعداد كبيرة من القوقاز
واحنا عارفين الحرب اللي خاضتها روسيا في منطقة الشيشان والوضع في أنغوشيا الجمهوريات الإسلامية اللي داخل الاتحاد الروسي، وهناك مخاوف كبيرة لدى روسيا من أن يتم، هو تم بالفعل إعداد هذه العناصر قتاليا وأفكار جهادية وما إلى ذلك عشان يرجعوا يحاربوا روسيا، فتدخل روسيا في حرب استنزاف جديدة من الداخل الروسي في ظل المواجهة الكبيرة بقى اللي بينها وبين الولايات المتحدة. يعني هم مش قادرين عليهم في حرب، على الروس في حرب خارجية، لكن ضرب روسيا يأتي دائما من الداخل. هم انهاروا قبل كده في الاتحاد السوفيتي بعد حرب أفغانستان وبعديها الحرب في الشيشان، اقتصادهم انهار فابتدت الدولة تتفكك. فهيعدوا بقى، يتم إعدادهم فين العناصر دي؟ دخلوا أعداد كبيرة منهم سوريا، استضافوهم هناك ودخلوا من حدود دول مجاورة، وأيضا متواجدين في مناطق في شمال أفريقيا. فيتم توظيفهم لمخطط معين في دول المنطقة، ثم يعاد تدويرهم واستخدامهم مرة أخرى في دولهم زي ما بيستخدموهم دلوقتي في دولنا، هم بيستخدموهم أيضا في روسيا. شمال أفريقيا تقصد بها ليبيا يعني؟ ليبيا وما وراء ليبيا، يعني في استقطابات وصدمات سياسية لا تبدو حتى الآن خشنة، لكن احتمالات فتح جبهة الصراع السياسي وتحويله لصراع مسلح واردة في دول أخرى في شمال أفريقيا. يعني أتمنى ألا يحدث ذلك. يقول بأنه إذا تم تطهير بعض العناصر الإرهابية في سوريا فهي تذهب إلى ليبيا بشكل كبير. هو بتذهب لليبيا ليه تحديدا؟ لا، انا معلوماتي واستنتاجاتي، يعني في بعض منها معلومه وبعض استنتاج، ان عناصر كتيره بيتم نقلها لدول جنوب الصحراء، الدول الافريقيه المتاخمه لدول شمال افريقيا، لكن شاد النيجر الدول دي بيتم نقل عناصر، لكن لم يتم تفعيلها بشكل كامل بعد، وهذا ما يجب ان نحذر منه دوما. هما بيبعتوا الناس دي فين؟ في منطقة فراغ أمني وسياسي وعسكري، يعني دول فيها فراغات أمنية وسياسية وعسكرية، فيتبعت فيها العناصر دي تتدرب براحتها وتستخدم السلاح براحتها، ثم يتم توجيهها لأهداف سياسية لاحقة. فطبعا ليبيا هم وجهوا عناصر كتيرة هناك، لكن أيضا في دول جنوب الصحراء ده أمر مهم جدا التحوط له، لأن هذه يعني في ظهر الدول العربية الإفريقية، خاصة أن ليبيا على سبيل المثال تعاني كثيرا من العناصر والميليشيات الإرهابية الآتية من الجنوب. صحيح، وإحنا عارفين الجنوب الليبي يعني مساحات شاسعة من الصحارى، وصعب جدا السيطرة عليها بقدرات الدولة الليبية دلوقتي قبل الجيش الليبي ما يستطيع أن يفرض سيطرته على كامل التراب الليبي، فيعني أمر بالغ الخطورة. لكن العناصر القوقازية بقى اللي أشرت لحضرتك ليها دي اللي في سوريا، دي عناصر شديدة المراس في القتال، يعني محترفين، لها قوة قتالية مختلفة عن باقي العناصر تنظيم داعش. دي أمور علشان ما نبقاش يعني بنجافي الحقيقة. في شعوب بطبعها بتميل للقتال، تاريخها وأمور كثيرة جدا نفسيا أيضا. طبعا ومنطقة القوقاز دي يعني في نظرية بتاعت ماكندر أعتقد اللي بتقول إن من يتحكم في قلب العالم يتحكم في العالم، وهذه المنطقة اللي هي منطقة القوقاز اللي أشرت لحضرتك إليها دي هي المنطقة التي صنفها بأنها قلب العالم. فمنها مثلا شبه جزيرة القرم وما حولها، المسائل كلها متشابكة في العالم، أي شخص ينظر. عشان كده مثلا أنا ساعات لما بيجوا يعني في تصنيفات المحللين السياسيين او الباحثين يصنف ان هذا باحث متخصص في شأن معين، لا يمكن ان يكون هناك شخص متخصص في شأن معين دون ان يعي ان المشاهد كلها مترابطة في العالم. يعني حضرتك في احنا تركيز لحظات، احنا بنتكلم في المشهد الليبي ليه؟ صحيح، صحيح. عشان هو مرتبط بالعناصر الارهابية الموجودة في كل الوطن. صحيح. العربي ومن سوريا. ويعني مثلا وانا بأحيي اهتمام قناتكم مثلا بالشأن في هونج كونج، يبدو للناس ايه هونج كونج؟ يعني احنا مالنا مهتمين بهونج كونج في ايه؟ لا، ده هونج كونج دي نقطة صراع اساسية بين بريطانيا اللي هي كانت بتقول بقى لا يغيب عنها الشمس، لان بريطانيا زي ما احنا عارفين دوله مشكلتها ان بتغيب عنها الشمس. فكانوا دايما حلمهم يبقوا امبراطوريه لا تغيب عنها الشمس، ففي صراع بين الصين وبريطانيا على هونج كونج. يعني شايفينه ده مش صراع شعبي ولا قصه
استقلال قضاء ولا حاجة داخلية. ده نقطة مهمة جدا في المواجهة بين بريطانيا ومن وراءها الولايات المتحدة طبعا وبين الصين، وتداعياتها هتفرض نفسها على العالم كله، زي اللي احنا المباحثات اللي نقلتوها امبارح على الهواء بتاعت ماكرون وبوريس جونسون والحد الاوروبي. طبعا ده في صراع اساسي هناك في ايرلندا، يعني المشكله الاساسيه هي السياده على ايرلندا. هل يقبل العرش البريطاني ان يتخلى عن سيادتهم على ايرلندا يعني ويخرج؟ فالامور كلها متشابكه. طبعا يعني هي متشابكه، بس خلينا نركز برضو في المشهد السوري من الناحيه الانسانيه. وتعلم جيدا يعني استاذ محمد ان بما ان الموضوع متشابك، فالوضع السياسي المتازم والوضع الامني بيؤثر بشكل سلبي وكبير على وضع المواطن السوري البسيط الذي يدفع يعني هذه الضرائب الإنسانية في المقام الأول لكل هذه الأحداث. بالأمس كان هناك معبر في منطقة سوران، وده طبعا في ريف حماة الشمالي وإدلب أيضا، للنازحين، يعني يعتبر الوصف الصحيح النازحين من هذا المعبر الإنساني. توقيته هل له تفسير؟ ما هو ورقة اللاجئين بتستخدم، أو إن هم نازحين دلوقتي، نازحين داخلي، لكن هم مشكلة إن هم بين المطرقة والسندان. احنا عارفين ان في عمليات ترحيل طوعي وقسري بتتم للاجئين السوريين من دول مجاورة لشمال سوريا، يعني بيتم اعادتهم مرة تانية لسوريا. لكن لما تحصل تصعيد في العمليات العسكرية في مناطق كان يفترض انه تم الاتفاق ان تكون مناطق آمنة زي ريف ادلب مثلا، فيحصل نزوح بمئات، مش عشرات بقى، بمئات الالاف الى مناطق حدودية، ثم تمتد لاحقا عمليات المواجهات المسلحة إلى هذه المناطق التي نزحوا إليها، فلا يكون أمام مفر سوى اللجوء للخارج. طب حدود دول الجوار دلوقتي تقريبا ابتدت تتقفل، لأن التوازن السكاني حصل فيه خلل، وأمور كثيرة بقت تستخدم ورقة سياسية، ورقة ضغط. من المتوقع أن هم يتجهوا لدول أخرى بقى، وتحديدا الدول الأوروبية. يعني إذا استمر هذا التصعيد المسلح في الشمال السوري أكثر من ذلك، يمكن أن تصل الأمور إلى موجة لجوء جديدة إلى دول الاتحاد الأوروبي، فتبقى مشكلة كبيرة. وتوصل، ما أنا بقول لحضرتك الحلقات مترابطة، وتوصل لإيه بقى؟ هو في عملية ممنهجة بتجري في العالم لتمكين اليمين اللي بيسمى اليمين الشعبوي. ده العنصر الأساسي اللي بيستند ليه ايه هو عشان يوصل السلطة؟ هو اللاجئين اللي من جنسيات تانية اللي وصلوا لدول اوروبا، فيتوقع ان يحصل موجة لاجئين. لكن القوات السورية وحسنا فعلت ان هي تركت ممرا امنا لخروج المدنيين من المناطق التي اتجهت او بالفعل سيطرت عليها، ومنها خان شيخون وهذه المناطق في محافظة حماة، لان دي تعتبر اخر المعاقل الرئيسية المهمة لهيئة تحرير الشام. دلوقتي ريف ادلب ده تقريبا لا يوجد فيه شعب. شوفي لدرجة ايه بقى، لا يوجد فيه شعب. المفروض انه يعاد. القوات السورية دلوقتي بتعمل عملية بيسموها تثبيت السيطرة الميدانية على المناطق التي استعادتها في ريف ادلب وفي حماة، نزع الغام، يعني فتح طرق فرعية وجانبية، امور كثيرة جدا. منتظر ان ده، او يعني نأمل ان ده يعقبه عودة للنازحين الى هذه المناطق مرة اخرى. لكن الخوف من تكرار الصدمات والصراعات المسلحة في هذه الجبهات طبعا امر بيعوق عودة المدنيين. طيب استاذ محمد، يعني خلينا نتحدث قليلا بعقل المتابع العربي وليس السوري، العربي، لاخر التطورات في المشهد السوري. طبعا 2011 بدأت الأحداث، وصلت الذروة والاحتدام في المشهد السوري في 2012. من 2012 ضلمت سوريا، ما بقتش سوريا للأسف. في هذا العام تحديدا، من أواخر عام 2018 ل 2019، قد يكون المواطن العربي لا يعي بصورة كاملة ما يحدث في سوريا الآن. أسئلة كثيرة تدور في ذهني، هو فعلا الجيش السوري مسيطر على معظم المناطق
اللي موجودة في سوريا، فبالتالي هيبدأ يستعيد الأراضي اللي موجودة؟ ده سؤال. طيب هي القوات الإرهابية بتتوسع ولا بتقل أدوارها في المشهد السوري الميداني؟ ده سؤال. السؤال الثالث، هي المعارضة فين؟ هل احنا لسه بنعاني ما بين الفصائل المتعددة وعدم توحيد وجهة النظر الموحدة في فصيل المعارضة في المشهد السوري، ولا تم توحيد جبهة الفصائل المعارضة في جهة واحدة فبالتالي بتواجه السلطة السورية؟ ده سؤال. طب هو المجتمع الدولي والمفاوضات السورية وما بين الحين والآخر والصوالات والجولات التي نراها ما بين أستانا وما بين دول مختلفة في المشرق والمغرب لتقطيع يعني هذه الكعكة السورية في العالم؟ هذا هو سؤال. كل هذه الأسئلة تدور في ذهن المواطن العربي غير المتخصص أو غير يعني الحامل بجنسية المواطن السوري الذي يعي كل هذه التفاصيل بمرار يعني وبحسرة شديدة على وطنه. نقدر إن احنا نجاوب نقول فين سوريا رايحة فين، أو هي فين دلوقتي تحديدا؟ المعارضة المصطنعة يعني هي لم تكن معارضة حقيقية. إن كانت معارضة حقيقية يعني ده حاجة كويسة، لأن النقد أساس البناء، النقد هو أساس البناء. عشان كده في دول أوروبا والدول بقى المتقدمة بيعلموا الأطفال في المناهج الدراسية منذ الصغر النقد، لكن النقد البناء مش النقد الهدام. المشهد في سوريا أو الوضع في سوريا، عشان حضرتك سألتيني أسئلة شديدة الصعوبة، لكن للمتابع العربي للمواطن العربي، حضرتك تقدري تقولي لي في كام قوة عظمى وإقليمية متواجدة دلوقتي في الداخل السوري؟ عندنا الولايات بقوات موجودين بقوات، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، تركيا، إيران، مين تاني؟ في تاني؟ ده كله بقى مزاد بقى. يبقى اللي احنا بنشوفه في سوريا دلوقتي دي الدولة الوحيدة اللي بتتواجد على أراضيها كافة هذه القوى الدولية والإقليمية. ما حصلش يمكن في التاريخ ان القوى دي تواجدت بقوات في دولة واحدة ولم تصطدم ببعضها البعض، لان هم حاطين في الطليعة الخط الامامي ليهم وكلائهم، ده عنده ميليشياته وده عنده ميليشيات جيش السوري الحر، مش عارف هيئة تحرير الشام، واسامي منظمات غريبة جدا. فكأننا في حرب عالمية جديدة لكنها باردة لم تصطدم فيها هذه القوى العسكرية ببعضها البعض. حرب عالمية جديدة في سوريا. الأراضي الدولة السورية صغيرة المساحة هذه الكبيرة بتاريخها وقدرات شعبها وصلابته، كل القوى الدولية الرئيسية العظمى والإقليمية الكبرى موجودة بقوتها فيها، لكن الشرارة شرارة الصدام لم تندلع بعد، لأن وكلائهم يكفونهم شرارة المواجهة حتى الآن. إنما الأمور ممكن تنفلت. تنفلت ليه بقى؟ لأن المشاريع دي كان في يعني مثلا لقي في دولة عظمى وراها دولة إقليمية على نفس الأجندة، دولة عظمى وراها دولة إقليمية على نفس الأجندة. ابتدت الدولة العظمى، كل دولة عظمى من دول تختلف مع الدولة الإقليمية الموالية ليها في أجندتها، الأجندات اختلفت، فابتدوا يقلبوا على بعض، ولما يقلبوا على بعض يبقى المناطق السيطرة كل واحدة بتقول لا أنا اللي هاخدها مش أنت. ومناطق السيطرة دلوقتي بقت تتسمى كمان مناطق آمنة، يعني يقولك لا القوات تبعد. فلا مناص أمام الشعب السوري سوى أن يستعيد جيشه الوطني السيطرة على كامل ترابه واستعادة سيادته وبأي ثمن. سوريا وشعبها لا يملكون الآن رفاهية، ده وجهة نظري بقى واللي يزعل يزعل، لا يملكون الآن رفاهية الحديث عن معارضة حقيقية إلى أن تستعيد البلاد وحدتها وسيادتها والحديث عن الديمقراطية المزعومة. أستاذ محمد مصطفى الكاتب المتخصص في الشؤون العربية والدولية، أنا بشكر حضرتك. أنا اللي بشكرك. شكرا جزيلا. كيف تناولت المواقع الصحفية وبعض الصحف والمواقع الإخبارية آخر المستجدات المتعلقة بالشأن السوري؟ دعونا نتابع مع حضرتكم ونعود لكم من جديد. ابقوا دائما معنا.